افتتح رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز جامعة الطفل الجديدة، وأكد عزيز أن القرار بإنشاء جامعة للطفل يجيء بهدف رعاية وتنمية عقول الأطفال وإطلاعهم على مجالات البحث العلمي المختلفة. لا طبعا منتهى السعادة أن يتم افتتاح جامعة الطفل في لأول مرة في جامعة سوهاج. الجامعة الحمد لله السنة دي قبلت 78 طالب في الفئة العمرية من 9 ل 12 سنة. الهدف من الجامعة ان هنربط طلاب التعليم ما قبل الجامعي بالجامعة علشان يتعرفوا على ايه الامكانيات المتاحة في الجامعة ويدخلوا معامل الجامعة ويتعاملوا مع اعضاء تدريس في الجامعة، وممكن طبعا من اعضاء التدريس يعلموهم بعض الحاجات اللي موجودة في الجامعة من المقررات الدراسية اللي بيدرسوها على مستوى التعليم الاعدادي او الابتدائي. الحقيقة هذا البرنامج احنا سعداء يتم تنفيذه في جامعة سوهاج. البرنامج هيتم تنفيذه خلال فترة الصيف بواقع 10 محاضرات في الصيف لكل مستوى من المستويات. الطلبة دول هيستمروا معانا 4 سنين، بحيث يقدروا في الـ4 سنين دول يتعرفوا على كل ما هو جديد في جامعة سوهاج.